السماء والشمس جارتنا بيرقصوا النجمات عصروا حارتنا وبيكتبوا عنوان الحق راح بيبان الحق راح صبرنا طال مهما علينا مين أو تصعب الأحوال بيتعدى الميزان الحق راح بيبان الحق راح بيبان يعني انت متأكد انه ما عندك مصاري بأي بنك؟ يا سوسن ما انت عارف البيرو غلطان يعني منين بتيجي المصاري؟ من شي معجبة مثلا فدوى او سلمى او عايدة عايدة؟ ايه عايدة سوسن اكيد انت ورا هالقصة فادي لا تغلط انا مالي علاقة بالموضوع كله بس يبدو انت ما عتعرف وين بدك تستقر ومع مين سوسن انا هلا بدي افهم كل شيء انا اللي بدي افهم حضرتك بتحب مين انا ولا سلمى ولا عايده عن اذنك سوسن مرحبا سلمى اهلين شو وينه الاستاذ اجت خطيبته واخذته وكنتوا وحدكن؟ قصدي شافتكن وحدكن؟ وحدنا؟ شو فيها؟ يا سلمى فادي هلأ عم يمر بأزمة مع سوسن يعني الوقت كتير مناسب حتى تقربي منه لا لا تخاف صار بيثق فيني كتير لكان مثل ما اتفقنا ضروري نكشفه يا سلمى ضروري فادي مثل ما قلت يا محمود متأزم بده حدا يحكي له مشاكله ايه بس وعد تمادي سلمى لأنه بصراحة أنا بغار يعني إذا دعاني على شي محل عام ما بروح؟ لا مو قصدي روحي بس قصدي ديري بالك منيح لكن هو يأكل البيضة وقشرتها ونحن قاعدين نتفرج عليه؟ إشو ناقصه هو خطيبته مصاري؟ ما حلهم يشبعوا؟ شو هاد لك عسون؟ 5000 ليرة؟ إلى مين بدي أعطي لا أعطي؟ شو بعرف مين؟ هدول اللي بعت لك ياهم أبو سمير، شو بدفع من جيبتي؟ أنت متأكد إنه أبو سمير ما بعت غير هدول؟ طبعاً متأكد، شو قصدك بعدين؟ هات لشوف شو هات لشوف؟ 5000 تانين أبو سمير بعت 10000 وإذا بدك نستمر مع بعض تاني مرة لا تحاول إنك تخدعني فهمان؟ هات لشوف الله عليك، شو كنت عم بمزح معك؟ عدم الواقف يا محمود عن جد افتكرت عمي ابو سمير عطاني ال 5000 هدول كمسيون الي كمسيون الي شغله بلا لك هالظن مره ثانيه يا اخي بعدين شو حمود شايفك عم تقابل ابو سمير من ورا ظهري لك هلا يا حسون صار عيب انه الواحد يطالب بحقه حقه ايه الحماك مو عيب بنوب اهلين فادي اهلين مسعود طب من عندي راسك كيف هالايام؟ الحمد لله تمام ايه الحمد لله كنت ماري من هون فشفت ضوك شال قلت لحالي بمر بسلم عليك على الماشي اهلا وسهلا فيك فادي شو بتحب تشرب؟ ولا شيء الله يخليك نعسان كتير وبدي روح نام حبيبي في كلمتين حابب احكيهم معك بس اذا بتريد ما بدي وداد تسمع فيهم ابدا ممكن بدي تحكي لي مع سهرك بلكي بدبر لي فيزا عمل بالسعوديه عن طريق كفيله عن طريقه يعني كيف من كان خوفتني ليش؟ فكرت بدك تحكي شيء بخصنا أنا وداد
بعرف انك عقلت، منشان هيك ما فتحت معك سيرة هديك القصة. طيب فادي، ما انت موظف بالبلدية و... ايه بس بقدم استدعاء، اجازة بلا راتب، اي شيء. هو المفروض صار يكون هون من يومين ثلاثة، بس ما بعرف ليش تأخر. ممتاز، معنات اذا بتريدها بالسعود بس يجي خليني اشوفه. تكرم عيونك. طيب تصبح على خير. وين تصبح على خير؟ خليني اشرب فنجان قهوة. ما في، الله يخليك نعسان وبدي روح نام. طيب بدك تسلم كتير كتير. ها ايه على راسي. شو هالصدفة الحلوة؟ هاتي عني. أهلين حسني. شفتك من بعيد قلت لحالي معقول في نسمة ربيع بتمشي بالسوق؟ حسني عن جد بالأول ما عرفتك، بعدين قلت لحالي عجل يا ولد. وبس شفتني غيرت رأيك؟ بالعكس، أنت فعلا نسمة بس مليانة عطر وشزن. ولكن يا خسارة. ليش يا خسارة؟ خايف تزعلي، لأنه معقول لكان هيك نسمة تهب على سراب. وين سيارتك؟ هنيك. شرفي. معلش يا فادي، سوسن صبية وبتغار، يعني ما سهل عليها تسمع بأنه في وحدة عم تبعت لك مصاري. معك حق، بس يا خالي هي مكيدة، متأكدة بأنه هالمصاري مستحيل مد إيدي عليهم. بعرف، بدهم يشتروك بأي ثمن. مزبوط، يعني أنت ما رأيي؟ أكيد أنا بعرفك منيح يا فادي، ولو بدك تمد إيدك للحرام كنت مديت إيدك لرشدي من زمان. تفضل. فادي. مرحبا. أهلين، تفضل. أهلين مدام. مرحبا أستاذ فادي. فادي مو معقول، الرجال مد لك إيده. وأنا ما بشرفني حط إيدي بإيد هيك نماذج. فادي. بابا. خليك بأدبك. أنا زكر. خليك يا حسني. اسمع يا فادي، أنا ما بسمح لحدا يهين ضيوفي ببيتي. أنت وياه هلأ مثل بعض. رشدي، فادي صحرك. لسه ما صار ظهري. أنا آسف. الله يلعن الشيطان، الله يصلحك يا فادي. ليش هيك انت؟ الصهر مثل الابن، والابن لازم يساعد ابوه. هدول 20,000 ليرة. الاخذ سهل يا بابا. عم افكر اني ارجعهم. يا بابا الناس لبعضها، ونحن فعلا بحاجة المصاري. بعدين نحن ليش خايفين؟ بكره بنشتغل وبنسدد كل ديوننا. يا سلام يا سلام، قديش شو شهم هالأبو خليل، اتصوروا حتى وصل ما رضي ياخذ مني. فادي معه خبر فيهم؟ لسه. بابا شو رأيك توزع هالمصاري علينا؟ لا يا بابا. لكن على مين؟ على كم شهر، هن والتقاعد تبعك بكفونا فترة منيحة. ومساعدات فادي شو؟ وداد معها حق، لازم نخفف عن فادي شوي. يا باح يا باح، يا ورق التفاح، اجا العصفور خطفه وراح. دف الليلة دف الليلة دف الليلة. بابا ريم، قلتي لها لجارتنا انه نور عنا؟ ايه قلت لها. ايه برافو شطورة. بابا ما تنسى تجيب لي دبدوب. تكرم عينك، رح جيب لك احلى دبدوب، ورح جيب كمان للليلاز دبدوب ولجارتنا نور دبدو. شو رأيك نور؟ تسلمي لي. شو؟ ضبيتي لي الشنطة؟ اوعى تكوني نسيتي شيء. ليش العجلة؟ طيارتك بكرة المساء. بابا أخذني معك هالشنطة. تكرم عينك يا بابا، إن شاء الله بالصيفية كلياتنا نازلين على الشام. إيه بابا؟ معناتها أيام الغربة صارت معدودة. يا حبيبتي ما بيكفي كل السنين بالغربة. لفوت أتأكد من الأوراق اللي بدي أخذها معي على الشام. يلا ماما قوموا غسلوا لتتعشوا وتناموا. يلا نور، يلا حبيبتي، يلا ماما امشوا قدامي قوام، يلا بسرعة بسرعة الحقوني.
يعني معقولة فادي يرتشي بميتين ألف ليرة ويرفض يتعامل مع أبوكي بالملايين؟ يا ماما هي حوا، حوا كان لازم تسمعي. بعدين أنت شو عرفك بالميتين ألف ليرة؟ المهم إني عرفت. يلي حكالك أكيد عنده نية سيئة. يا ماما فادي اعترف إنه المصاري منا. سوسن بدك رأيي؟ أنا لازم أتركه. لا تستعجلي. بعدين بصراحة إذا فادي حب وحدة غيرك معه حق، لإمتى تركتيه لا معلق ولا مطلق؟ ماما خلص بقى اتركيه بحالي. سوسن افهمي علي، الحقد مثل النار بياكل الأخضر واليابس، وأبوكي بابا شو دخلوا آه؟ شو دخلوا؟ هو قال له يساوي هيك؟ أنا بقطع إيدي إذا ما كان أبوكي هو ورا هاللعبة. بابا مو وحش، مو وحش، أرجوك لا تحكي عنه هيك. أنا مستغربة أصلاً، مستغربة كيف قدراني تعيشي معه إذا بتكرهيه لهالقد. أنا ما بكره حدا، بعدين أنت بتعرفي ليش صبرت عليه كل هالسنين. مشاني؟ لا تقولي مشاني، لأنه ماني بحاجة لوصاية من حدا. بس ولا حرف، خلص. أنا الحق علي، طالما الأمور هيك أنا رح أضب أغراضي وأترك هالبيت إلك ولا أبوكي. لا ماما، لا أرجوكي سامحيني ماما، الله يخليكي. أنا مثل الضايعة يا أمي، مثل الضايعة، سامحيني. ولك هذا تكتيك، تكتيك يا بني آدم. إذا صار ما صار على فادي ما بدي أخسر بنتي وتتهمني بإني أنا السبب. يا لطيف شو إنك خطير يا رجلي بيك، تعرف عن جد صدقت إنك بتحبه؟ يحبه برص إن شاء الله. اللي شو حصلت لي دولارات؟ ما قدرت أمن المبلغ بالكامل، بركي بكرة بأمن لك يا. لا تنسى، وبدي تشد لي إيدك شوي على السعر، إبعت توفي معي. تأمر بيك. سلام صهر. الله معك. ولدي الحبيب سمير، أرجو أن تكون قد وصلتك الحوالة الأخيرة ذات الرقم 328 ب بتاريخ 15/3، ومن طرفنا الآنسة سوسن تهديك ألف سلام وهي على خلافات دائمة مع خطيبها. حلوة هي دائمة، حط تحت خطين. ماني عارفاني ليش ما اجى على الغداء. يا بنتي بركي معزوم عند خطيبته. يا رويدا شو في؟ حاسه كانه معي حراره. اكيد لوزه مثل العاده. ايه مره انا لوزه دخلوني المشفى. طبعا طبعا، لانه انتو جيل البيبرونات والهمبرجر. وانتو جيل السمن العربي والجبنه الحلو. عمو في ملاحظه صغيره، انت مدرس تاريخ ومع ذلك ولادك ثلاثه طلعوا بميول علمية. بابا خيرنا وما فرض علينا فرع معين. دراسه الهندسه والطب بدها دقه وبدها حسابات. كله بده حسابات مع فارق اساسي يا ابني. الغلطه بالرياضيات ممكن تصلح، بس بالتاريخ مستحيل. الحادثه التاريخيه جزء من الماضي واهميتها تكمن بالدرس اللي بتعطيها. يعني أنا هلأ بقدر غير مسار معركة ميسلون مثلا؟ عرفت بقى هلأ ليش كل ما درسنا علمي؟ يا ريت على هيك وبس يا سلمى. صوري بده عملني أنا وحسني مثل بعض. معقول؟ طب وسلمت بعد على حسني؟ فشر. لا يا سلمى، بس قعدت شوي بعدين اعتذرت ومشيت. وسوسن؟ سوسن أصلا ما كان في مجال لأحكي أي شيء معه، بس يا الله قديش كان موقف امرأة. بتعرفي أم سوسن حوينتها بهالتمساح. أوف دوان صار نص ساعة منتهي ونحن عم نحكي. إيه إيه والله شرفي. تعرف أنك داهية؟ لك منين اجتك الفكرة؟ حول الله يا ربي. عمي يعني بده يصير جمال بده علي باب داره. حلو، بس ما قلت لي هالسمه مين هي عايدة؟ هلا شو بدك من عايدة؟ قيمك منها صديقة وحبت تساعدنا. طيب يعني والحوالي منها؟ الحوالي منها، مني مو مشكلة.
بس اللي أنا شايفه إنه فادي أكيد ما راح يستلمها. بعرف. المهم هلا كيف الوضع بينه وبين سلمان؟ يا سيدي كل الأمور تمام، ماشية مثل ما اتفقنا بالضبط. حلو كتير. وبنفس الوقت علاقته مع سوسن عم تدهور، هذا اللي شايفه. محمود في شغلة بسموها تشويه السمع، يعني واحد مثل فادي وقت ما بتقدر تشتريه قادر تشوه سمعته. ما هي كلامك مزبوط. ومعي لألك لوين؟ مشوار صغير. مشوار؟ ايه مشوار. بدك تروح ولا لا؟ انا اللي بروح. لك انت في احلى من المشاوير. بس وين هالمره اللعبه الخفيفه؟ لان المره الماضيه زعجت منك كثير لانه خسرتك ما عجبتني بلوب. ماشي وبشرف. يا سبحان الله، بيرفض ياخذ شقه مني وبيمد ايده لغيري بالحرام. انا هالقصه كلها مو داخله براسي. انت خليكي بثقافتك، الكتب غير الواقع. العامل لي مثاليات قال اخس وببابا امي وبيحضي حالك عشان تروحي معي. لوين؟ معزومين على العشاء عند ابو سمير. امك ما بدها تروح وانا مو حلو اروح لحالي. بس نحن مو اتفقنا انه نحكي مشان فادي. شوفي بابا، انا بهالموضوع ما دخلني بيناتكم. انت بتكتشفي من هو بعدين بتتخذي قرارك. انا مالي اب دكتاتوري مثل ما بسموني بعض جماعه. انا قلبي كبير وبيسع الدنيا كلها. صغري الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا أهلا. خير؟ كتراني طلعتك نزلتك على الشام، مالك شهرين؟ مالك مش لاقي يعني برجع. شو ما بشتغلك؟ شرف عم نزح معك. شرف. شو فادي؟ شو في شي؟ ما بعرف، حاسة كأنه في شوية انحراف. مزبوط مزبوط. استاذ محمود دشين على اليسار. اوكي اوكي. تعرف قديش ممكن يندفع ثمن هيك انحراف؟ بعرف، بالملايين. شايف هالبيوت يا سلمى؟ بكره رح يصير فنادق ومطاعم ومحلات تجاريه من الدرجه الاولى، ويا دوب اصحاب هالحاره المعترين يقدروا مروا من هون أو يشوفوها شوف. وأنا واحد فيهم رح يقدر يسهر بهيك محلات بالمستقبل. شو يا أستاذ فادي؟ شو نسيتوا حالكم؟ خلصونا بقى. شو بعمى يعيط؟ ما في شي، ضميره حي وما بحب تضيع وقته بالحكي. شوفي ليش ما اجى اليوم؟ اكيد صاير له شيء. روح شوفه. لا لا، صحيح نحن مخطوبين بس مو حلو روح لعنده. لو اهله ساكنين معه ما كان في مشكله. بابا بابا. نعم. هلا على ايامكم كانوا اهلكم يخلوكم تجيبوا رفقاتكم على البيت. يا بنتي هديك ايام وهي ايام، وانا لو ما بعرف سعيد منيح وبعرف اهله ما كنت سمحت له يدخل على البيت ابدا. وبعدين لا تنسي يا بنتي انه المخطوبين، وخلوني يتقابلوا بعلمنا احسن ما يتقابلوا من غير علمنا. وبعدين انت شو بدك بكل هالاسئله؟ يا ريت يا بابا كل الأبهات بيتصرفوا مثلك. يا بنتي كل الناس خير وبركة. بابا هلأ أبو خليل صديقك؟ نعم صديقي ومن معارفي وابن حارتي. بابا
هلا قال شي فادي مشان المصاري؟ شو بيعرفني شو قال؟ ليش انا عم اشوفه بالاول لحتى احكي معه؟ يا بابا انا حاسه انه ما انه مرتاح مع سوسن. يا بنتي البيت بالنسبه له مثل الاوتيل، بياكل وبينام وبيفركها. بابا احكي معه. هو بيعرف خلاصه. بابا لو كنت محله كنت من الاساس وفاء. بلا هالموضوع هلا. طيب بلا. بابا. نعم. بدي اسالك سؤال. تفضلي. شو رايك على المتحف الكوسا؟ نعم. عم بمزح عم بمزح. مش دي بيت مكتبه؟ مكتبه. مرحبا. اهلا ابو سمير، ليش تاخرت؟ مرقت على البنك شوي. ابو صياح بيسلم عليك. يا خود شوف خود، هدول كتالوجات لافضل نماذج فنادق في العالم. عم تحكي كانه المناقصه صارت بجيبي. من شوي اتصل شريكنا وطمني وهو اللي بعت هدول. شي ظريف. صعيب بدي اسالك، انت نقلت مصاريك شي من بنك لبنك؟ لا، ليش السؤال؟ لأنه جبنا سيرتك أنا أبو صياح وخبرني أنك سحبت 3 ملايين من عنده من البنك. آه، إيه فعلاً فعلاً احتجت شوية مصاري قمت سحبتهم. وين رحت بهالمبلغ؟ اشتريت المقاسي من اللي جنب المدرسة. هاي بعرفها. وغيره؟ والباقي راح هون وهون. لا يعني خفت تكون مساوي لك شي صفقة من ورا ظهري. ولو يا أبو سمير، لأنه حرام تروح هيك مبلغ على الفاضي، يلزمنا. يا ترى سمعان شي عن مقاسم حارة الباشا؟ ايه موجود. لحظة تجيب باقي الطوابع وتاخدها على الذاتية. ماشي شكرا. أهلين الله معك. ايه محمود مخبر إلك. يسلموا ايديك. ألو نعم. أهلين. أهلين وسهلين. أيوة ماشي 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 خلاص. اعتبر المسألة عندي. خلاص خلاص لا يكون لك فكر. أهلين مع السلامة. يا هلا. شو القصة؟ ما في شيء. أبو سعيد موظف الديوان قصدني بشغلة صغيرة. شو شايفي علاقتك كتير متحسنة معه بهالأيام؟ هو ابن حارتي والرجال كتير طيب ودرويش. ايه كلنا درويش. سلمى ممكن نسألك سؤال من جديد؟ تفضل. بس أرجوكي لا تسرعي بالرد عليه مثل كل مرة. تتجوزيني؟ محمود سبق وقلت لك رأيي. طيب ممكن أفهم شو اعتراضك علي؟ يا محمود بعرف إنك بتحبني بس ما لازم حبك حتى أرضى فيك. سلمى المفروض إن ما نكون مثل المراهقين اللي بيبنوا قصص وخيالات وأوهام حول الحب وبيفكروا إنه الدنيا كلها قيس وليلى. بس صدقيني فرص النجاح أمام زواجنا كبيرة كبيرة كتير يا سلمى. كيف؟ وعلى أي أساس؟ عندك بيت؟ بتقدر تشتري عفش وبيت مثل الناس؟ أنت وافي وما عليكي يا سلمى. الدنيا حوالينا عم تدور وإذا الواحد فتح منيح. محمود لا تعيش بالأوهام. راتبي وراتبك شو بيساووا؟ يا ستي إذا منشان المصاري لا تحملي هم. أنا بعرف منيح كيف بدبر راسي. بس أنت قولي إيه. هلكتني يا صهري. تعبت؟ لك شو تعبت وجعت؟ من الصباح من مكتب لمكتب ومن دائرة لدائرة وبتسألني تعبت؟ إيه طبعاً. اختار أي مطعم بدك إياه. ما بدنا مطاعم. ناخذ معنا اكل جاهز ونتغدى بالبيت على راحتنا. بدك ياني لكان ساوي مشروع مهم مثل هاد بدون ما اجمع معلومات؟ لك يا صاري بلا معلومات هلا خلينا ناكل لانه المساء بدنا نروح نزور بيت وداد. ماشي الحال. وين بدك تتغدى؟ بدي اعزمك على احسن اكله مشاوي وعلى حسابك. شرف. مساء الخير يا صبايا. مساء النور. شو مبكرين على الدراسة اليوم؟ ايه يا بنت اهلا وسهلا ومرحبتين. انا جاي اعطلكم عن الدراسة شوي ممكن؟ اكيد في شي. ابدا.
بس حابب ندردش مع بعض. ايه بعد زمان لدرجة ما عاد حسينا انه عنا اخ. معكم حق، بس انا تعبان، تعبان كتير. مع سوسان؟ مع كل شيء، حتى معكم. معنا؟ ايه صحيح، نحن ما عم نحكي مع بعض، بس انا حاسس فيكم تماما. يعني تصوروا كون مرتاح، انتوا بحاجه لمصروف وللبس، وانا مو قادر اقدم لكم اي شيء. يا اخي نحن مقدرين وضعك. يلا كله كم شهر بتخرج وبشتغل وبخفف عنك شوي. يعني هلا تتزوج اي وحده فيكم؟ صدقا صدقا ما معي اقدم لها اي شيء. والوالد صار رجال كبير، والحياة كل ما عم تتعقد. المهم مستورين والحمد لله. يا أخي أنت لا تحمل همنا، بكفيك البلوى اللي سوسن. أنتوا شو رأيكم؟ قصتكم طالت وبدها حل، والمشكلة كل واحد ما بيخضع على شروط الثاني. طيب والحل؟ لساتك بتحبها؟ ما بعرف، أحياناً إيه وأحياناً بحس إنه مو هي سوسن تبع زمان. بتعرف فادي، أنا برأيي إنه سوسن كانت تحب فيك حبك إلها. طبعاً طالب متفوق وذكي وحلو وبيكتب شعر، وحولك معجبات، وقدرت سوسن تفوز على الكل وتحقق انتصار إلها مثل العادة، لأنها متعودة دايماً تحصل على كل شيء بدها إياه. هلأ أنتوا عم تدرسوا طب وهندسة ولا علم نفس؟ أحياناً الواحد بيتعذب ليشتري شغلة، وبس تصير ملكه بخف اهتمامه فيها. أرجوك اسمعني، أنا إذا بحب واحد مستعد أعيش معه بكوخ. فهمك كافي؟ لو كنتي فقيرة أو كنتي غنية بتضل الأميرة حنون الوفية، من غيرك حياتي يا شمس العمر ما بتسوى ولا دمعة بتبكيها عيناي. اهلا. خلصنا بقى، شو عريس؟ وانا عريس صار. يلا بسرعة. يلا. لا 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 ابو سعود، انا ما بحط الا من العطر اللي بتختار لي اختك. يا عيني يا عيني على خلاص الزوجة. طبعا. يلا يلا بسرعة. يلا 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 شو ما عم يستنوا؟ يلا بقى خلصني خلصني ابو سعود. وقف ابو سعود، لحظة واحدة بس لجيب الهدايا. يلا جيبه. يا اخي عم بقول لك الرجال شاكك فيي. انا برأيي فض الشراكة معه احسن، والبديل موجود، رجل موثوق وآدمي وبيحبك. مين؟ أنا صهر. ممكن تفهمني حضرتك ليش عم تضحك؟ لك أنت لولاي شو معك؟ يا بدي تم طول عمري ما معي شي، يعني خلاص أنا بخبرتي وشغلي وحضرتك بمصاريك. طمنينا، كيف عم سمير؟ منيحة، حرارتها نزلت شوي. كيفك حسني؟ الحمد لله. شو؟ جلسة عمل؟ يا ستي أبوكي بده يساويني رجل أعمال غصب عني. كيفه سمير؟ شو أخباره؟ منيح يعني، بس أبوه عم يشكي منه شوي، قال عم يتعذب بالدراسة. إيه الغربة صعبة. إيه هو ني، أنا صريح مو بإيدي، بتعرفوني. كيفه الأستاذ فادي؟ بيسلم عليك؟ يا ما بظن. ليش لساتك زعلان منه؟ سوسن ساوينا قهوة. لا تعذبي حالك، أنا ماشي. لا تنسى تمر على الجماعة. تكرم، مشان تكون مطمن رح نام عندهم كمان. تصبحوا على خير. حسني لا تنسى كمان بكرة تمر على الطابة. حاضر رشدي بيك، بتأمر شي تاني؟ سلامتك. تصبحوا على خير. مع السلامة. مع السلامة. شوف ظريف ما هيك؟ نعم؟ أنا رح غيرت يا بي.
يا اهلا يا اهلا وسهلا، انت شرفت البيت يا نبيل. تسلم عمي ابو فادي، البيت حلو باصحابه. ما قلت لنا كيف سعاد الاولاد؟ الحمد لله كلهم بخير وبسلموا عليك. الله يسلمون. يا اخي نبيل من هلا غداك بكره عنا. يا اخي فادي والطبخ علي انا. اللي بسمعك بيقول انك طباخه ممتازه. اسالني الي اخي نبيل، اسالني الي. قال اذا كان عمنا سعيد على الغداء بيطلع الاكل بجنن. طيب واذا ما اجا؟ كمان بيطلع بجنن. يعني عم تعملي لها دعايه حلوه لاختك. بس لا تصدق سعيد انا عم بمزح. بعرف انك عم تمزحي. استاذ نبيل انا عملت لك دراسه كافيه عن قوانين الاستثمار بالبلد، وصار في ترحيب ببلدنا للناس اللي ممكن تجي تستثمر اموالها وتشغلها، وطبعا في حمايه وفي تسهيلات مهمه مشجعه. نبيل يعني قديش مصاريك؟ الحمد لله عمي ابو فادي، تحويشه تمر يعني. استاذ نبيل عدم المؤاخذه، يعني شو المشروع اللي براسك انت بالضبط؟ شوف اخ فادي، بالاضافه لاختصاصي بالخدمات الهندسيه رح ساوي مشروع الاطارات اللي حكينا، وانا وداد رح نشتغل معه طبعا. ما بتكون استاذ تاريخ؟ بلا بدهم، شلون ما بدهم، بس بشرط يكون فوق الستين سنه. لا ابدا، ليش رح تزعل؟ لا لا ولا يهمك، كلك ذوق، مع السلامة. مين كان عم يحكي؟ هذا حسني. بده يعني؟ لا، كان عم يعتذر مني عن مزحات امبارح. ايوه. هلا صارت العملية واضحة. يعني ونحن واقفين هون لازم نشوف الشارع اللي بآخر الحارة. قصدك من هون رح يبدأ الشارع الجديد؟ ايه أكيد. شو رأي الأستاذ محمود؟ بس إن شاء الله على التنفيذ يطلع صح. وليش لحتى ما يطلع صح؟ على كل أحوال أنا بقترح طالما نحن ثلاثة بالصورة إن كل واحد منا يقدم كروكي، والكروكي الأفضل بنال الموافقة وبيتنفذ. وإذا فاز اقتراحي رح كون المهندس المشرف، وشو ما بقول ما بتعترضوا. وأنا موافق. شو رأيكم نروح هلا على نهاية الشارع اللي بالحارة الثانية؟ ماشي بشار، تعال طلع لي أجهزة على السيارة. شرف. حاضر أستاذ. طيب طيب. لا لا فادي المسؤول. أيوه فادي. رحنا للمناقصة بس نتخذ القرار. يعني بالشارع من وين بده يبتدي ووين بده ينتهي، والطول والعرض كمان. عفوا استاذ ما في تاخير لهلا، ما في اي تاخير. مع السلامه. عفوا. يا اهلا، مع السلامه. مع السلامه. كلهم مستعجلين، شو القصه؟ بس ليش هيك لطش على فادي؟ ليش يا سوسن؟ أنا خايفة يجرفك التيار مثل ما جرف أبوك. يا أمي أنا ما دخلني بمشاكلك معي. الساكت عن الحق شيطان أخرس. وأنت بعينك عم تشوفي كل شيء عم يساويه وما عم تحكي شيء. يا أمي أنا ماني شايفة بابا عم يساوي شيء برات الطريق. بعدين أنا بعمري ما طلبت منه شيء إلا ما لباه. حتى فادي وافق عليه كرمالي. أنت ليش مفكرة حالك إنك مركز الكون؟ وإنه إذا أبوك بيتعامل معك منيح هذا بيعني إنه رجل عظيم. يا ريت يا سوسن. كان حلمي انه يكون هيك، كان حلمي انه يكون رجال كويس وطيب. في ست ما بتتمنى جوزها يكون احسن الناس. يظهر في بيناتكم اسرار ما بعرفها ولا بريد اعرفها. ليش سوسن؟ نحن لازم نشوف الواقع مثل ما هو مو مثل ما بنتمناه، لانه لما بنشوفه على حقيقته بنقدر نميز بين الغلط والصح. يا امي انا ماني شايفه بابا غلط لهالدرجه. لانك انت مو رايده تشوفي. هي خلصتي دراسة الهندسة وما خلاكي تشتغلي مشان تقتلي الفراغ اللي عايشتيه، وعم يدفعك كل يوم مشان تتركي خطيبك. أصلاً هو اللي زرع بنفسك حب المال وعشق المظاهر. وهي أنا أمك قدام عيونك عم تشوفي كيف عم يتعامل معي أقل من جارية. سوسن أنت بتعرفي أبوكي وين عم يروح وين عم يجي؟
بتعرفي وين عم ينام برات البيت أكثر الأحيان؟ بتعرفي لوين مسافر؟ بتعرفي شو هي الوسائل الملتوية اللي عم يتبعها مشان يزيد ثروته؟ أنت ما بتعرفي شيء يا سوسن، ما بتعرفي شيء. وأبوك ما عاد يهمني، ما عاد يهمني. اللي بيهمني أنت، أنت. أنا خايفة عليك، خايفة عليك يا بنتي. حاسة حالي رح اختنق، وانت السبب. ممنوع اطلع، ممنوع فوت، ودائما تاركيني لحالي بالبيت. لك يا اختي يا عايده، طولي بالك شوي. جوزك وهيك بده، بعدين الا ما تتجوز سوسان ويعلن زواجه مني. وبركي ما تجوزت، حاكم كل يوم هي على شكل. يا اخي الله يخليك، احكي معه. هي صرت بالشهر الرابع والعالم اذا شافوني فايته طالعه شو بدهم يحكوا؟ هلا شو بدنا بحكي العالم؟ شلون شو بدنا بحكي العالم؟ انا مرته بالشرع والقانون والناس ما بتعرف، شو استفدنا؟ تكرمي، خلص انا راح احكي معه، بس انت لا تعصبي وخليكي رايقه. عايده، بدي ابن اختي يجي مثلها. صحيح دمه بارد، بس عقله مثل النار. لك تحكي. هلا ان شاء الله صدقتي انه راح ينفذ غير رايه. ليش لا؟ خلينا نحاول. يا ستي راح نحاول، مع انه انا متاكد انه تصوراتي، قصدي تصوراتنا عن الشارع، رح تكون أفضل بكتير من تصوراته، بس لا الأستاذ فادي ولا الأستاذ ماهر رح ياخدوا فيها. بهيك حالة منساوي لهم صرعة. هيك بدي اياكي. ها سلمى، أنا وأنت المفروض نضل على طول بخندق واحد. شو نحن بحرب؟ معلوم بحرب، حرب ضد الفساد والرشوة، والمفروض نجابوهم بكل الوسائل. وأنا معك يا محمود. وأنا متأكد من هالشي يا سلمى. عن إذنك بدي مر شوف أبو سعيد بالديوان. تفضل. يعني كل شيء اسمه نصيبك كمان. ايه طبعا. اهلا وسهلا. يسلم ابو سعود. استاذ نبيل. يسلموا. انا عادة بحب اشرب مي بالقهوة. شرف صاحبي. شكرا. صحتين. وهلا فينا نقول انه صار عندك فكرة متكاملة عن قوانين الاستثمار بهالبلد. يعني هلا بحسن نقول اني جاهز للشغل. بتعرف بشو عم بفكر نبيل كمان؟ بشو؟ يا سيدي بذهنه بالمستقبل. هذا بالطبع بعد نجاح المكتب. يا سيدي بذهنه يفتح معمل اطارات. ممتاز يا استاذ نبيل، فعلا ممتاز. يا ريت كل اللي طلعوا واشتغلوا برات البلد يفكروا بهي الطريقه. الو، اهلا الوداد. اهلا، كيف الصحه؟ كيف بيت عمي؟ ايه وفادي هون. ماشي، سلامات. الغدا جاهز. تشرفوا؟ يلا تفضل. شرف استاذ نبيل. تفضلي ماما. يسلموا الايدين. وايديك حبيبتي. انا خايفه عليكي يا ماما. مو كوني بنت معناتها ما لازم اوقف بوشهم. بعدين في حديث شريف بيقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. انا معك، بس خايفه تفسر موقفك غلط. وليش غلط يا ماما؟ الشيء الصح ما بيخبي حاله. اسمعي مني وقومي اتصلي معه. ليش ما حضرته يتصل؟ لانك انت الغلطانه ولساتك يا امي. ايه فهمنا يا كريمه، فهمنا. انا بحب فادي مثل ما انت بتحبيه، بس ما بتدخل بينه وبين خطيبته. انت ليش حشريه؟ انا حشريه فعلا يا رشدي، فعلا انا حشريه، لاني عم اركض ورا مصلحه بنتي. ما هيك مصلحتنا نبتعد عن فادي اذا سوسن ما عاد بدها اياه. اسمعي يا رشدي، المرأة ممكن تتحمل كل شيء بحياتها كرمال اولادها. ليش الرجال ما بيتحمل؟ ايه بس مو انت. سوسن عجبك هيك؟ الحق عليك، طول عمرك بتنفذ يلي بدك اياه، وانا ساكته وصابره ومتحمله. بس بحذرك يا رشدي، بحذرك، اوعك تدمر حياتي. طيب شو عم تهدديني انتي؟ ايه عم هددك، ممكن افضحك قدام كل الناس. يا خرسي دروب دروب، مو جديدة عليك. مرة ضربتني وضيعت احلى حلم بحياتي، تتذكر يا رشدي؟ وهلا ما عاد في شي خاف عليه.
دايم على القهوة وشكرا على الغداء يا جماعة. صحتين وهنا، واعتبر البيت بيتك يا اخ نبيل. شكرا كثير عمي ابو فادي. اهلين. وهلا اسمحوا لي ودعكم لانه بجوز ما عاد صح لي اشوفكم. ليش انت مسافر؟ بكره الساعة 10 ان شاء الله. بالسلامة. معناتها اليوم راح نسهر سوا. الحقيقة ما في مجال لانه عندي لسه شوية شغلات بدي اساويها، بس راح نبقى على اتصال. ضروري. يلا بنصري. تفضل. ما بصير، انت ضيفنا ولو. يلا خاطركم. مع السلامة. سلم على سعاد. الله يسلمكم. مخطط الشارع راح يطلع بها اليومين، والمناقصة قربت، وصاحبنا ما عم يحرك ساكن. ولا يهمك، انت ترك المسألة علي، بس بدي افهم منك، انت الك مصلحة بالشارع الجديد؟ يا سيدي لا بيهمني ولا لي مصلحة، بس مناقصة الأوتيل اكيد مرتبطة فيه. ما بك شي شريك، صاير ذكي. بعض ما عندكو ولو. ايه شريك؟ قديش حصلت لنا دولارات؟ هو بالمكتب. لك لا مع حسني. بعدين شو ما خفت؟ انا بمكتبي اذا بدك يعني. جبان. فهمت علي هلا يا ابني؟ هاي هي قصه المصاري تبع ابو خليل. فهمت بابا، فهمت. نحن من ايمتى ما قعدنا سوا؟ من ايمتى ما تناقشنا بحياتنا وداد ومشاكلها مع سعيد؟ انت وسوسن، وفاء وولدناتها، والفراغ اللي انا عايش فيه، ووضعنا المالي. بس يا بابا انا فعلا مشغول. بكره بس تصير اب بتعرف شو معنات لما ابنك بيفوت وبيطلع على البيت وما بيحكي معك اكثر من صباح الخير او مساء الخير. بابا انا اسف. من حقكم علي كاب اني شارككم همومكم، ومن حقي عليكم انكم تفتحوا لي قلوبكم. والاب اذا ما عاد اشتغل يا فادي على الاقل بيقدر بيعطي رايه، وانا شايف انه البيت يلي ما بيكون فيه حوار نهايته سيئه. بابا وانا كمان بعتذر. احكوا يا اولاد، احكوا، قولوا شو اللي لكم وشو اللي عليكم. صارحوني وين بغلط وين بكون صح. لا تخافوا، لا تخافوا ابدا. احساس الابوه احساس نبيل، والنبل بيتنافى مع القمع ومشاعر العبوديه. انتوا احرار، الله خلقكم احرار، ولازم تعرفوا حتى الورده ما بتفتح بدون حريه. هلا حدا فهم منكم شو سبب هالمحاضره؟ هيك احسن يا ابو فادي، حكيت معهم بشكل عام حتى ما يفتكروا اني عم اتجسس عليهم. لكن مو عيب اسمع بانه سعيد كان بالسجن، وباسم السيد فادي 200,000 ليرة بالبنك. ابو خليل يحس فيه وابني لا. هو لو شو صار بالدنيا يا حارتنا؟ اهلا يا صهار. فعلا يا سعيد بيت عمك ناس اوادين. الله يسلمك. يعني من زمان ما اكلت هيك اكل. ان شاء الله صحتين. وانا صاير شو بدي لك؟ لازمك مصاري؟ لا يخلو الامر، بتعرف الوالد له زمان نسياني. لاني انا قلت له ما يبعت لك شيء. ليش؟ يا سيدي تعهدناك انا وسعاد حتى تخلص جامعه. يسلموا. شو بدي لك سعيد؟ قبل ما نرجع بشكل نهائي بدك تأمننا بيت بمنطقه مرتبه. ما مشكله، انت بس اختار المكان وحضر المصاري. عظيم. انا بالنسبه للمبلغ هلا رح ساوي لك شيك بمبلغ محرز، وانا رح كلف عمي ابو فادي بقصه البيت. عظيم. نشرب شاي؟ بنشرب شاي. نشرب. الخسه وزه والضلع خيار كلهم ميه ليمون حمرا وريانه بندوره خضره مشكله كله تازة بتازة، والرخص بخوف. يا
يلا يا حبيباتي. مرحبا ابو خليل. اهلين الاستاذ. الله يعطيك العافيه. الله يعافي اياك يا رب. اخي ايه بدي شويه اغراض للتبوله. وين عيني. خذ اخي نقي لحالك. ابو خليل اسمع لك، المصاري لساتهم موجودين معي، واذا انت جايبهم من هون او من هون. لا يا استاذ نحن. يا ابو خليل انتو عيلة. شو هي انتو؟ قلنا احنا عيلة استاذ، كل واحد بالحارة كان ساوى مثل اللي ساويته انا لو عرف انك راح تبيع خضرة. كتر خيرك يا ابو خليل. لا تكمل الله يخليك. انا هداك اليوم بكيت. ايه بكيت وانا بالسوق. انت مفضل يا استاذ، حدا بينسى كيف كنت تدق ابواب البيوت بيت بيت وتسأل عن طلابك مين عم يدرس ومين ما عم يدرس؟ هاي شغلة غالية يا أستاذ، غالي وما لها تمن. خود خضرتك ومشي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا جبار الخواطر. مثل ما أنك شايفة سلمى، عند هذا التقاطع راح ينعطف الشارع نحو اليمين، وهيك بنكون استفدنا من كامل المساحة الموجودة عندنا. يعني مثل ما أنا رسمته بس مع فارق بسيط. شو هو؟ الشارع عندي مقدمته شوي. إيه بس بهالحالة هيك خسرتي كل المساحة الموجودة على يسار الشارع، هاي ممكن استغلالها لبناء محلات أو أي مشاريع أخرى. صباح الخير. أهلين أستاذ فادي. صباح النور. شو تصاميمكم جاهزة؟ طبعا جاهزة. انت خلصت تصميمك؟ طبعا. معناتها لعند الاستاذ ماهر عم ينتظرنا. شرف. ماشي. بس بدي افهم يعني على شو شايف حاله؟ هو اللي شايف حاله ولا انت وابوك اللي غلطانين معه؟ بابا ما دخله. طيب طالما هيك انا بقترح عليك تفسخي خطبتك منه، لأنك مع الأسف بدك رجال بلا كرامي. إيه بس تصميم المهندس فادي أكثر دقة وبيأدي الغرض تماماً. أنا بشكركم لحماسكم وبتمنى إنه هيك يكون وقت التنفيذ. إن شاء الله يا أستاذ ماهر. شكراً. بإمكانكم تروحوا على مكاتبكم. تفضلوا. عن إذنك. مع السلامة. أستاذ محمود. أيوة أستاذ. لحظة لو سمحت، تعرف شي واحد اسمه عبدو الساكت؟ عبدو الساكت؟ بظن أني اجتمعت فيه مرة عن جماعة بعرفهم. ليش في شي أستاذ ماهر؟ لا أبداً، بس هو قال لي أنه بيعرفك منيح. أستاذ محمود أنا ما لي علاقة بحياتك الشخصية ولا بعرف أي شي عن وضعك المادي، بس شفته من يومين عند واحد صاحبي وقال لي انك انت خسرت 70,000 ليرة. انا ما رح ذكرك بموقف الدين والاخلاق من مساله القمار، بس بحب اقول لك شغله واحده وبس، وفر صحتك ومالك لشي ينفعك وينفع الناس اللي حواليك. تفضل على مكتبك. لا حول ولا قوه الا بالله. اعطيني رئيس ديوان. أخي هاي النسخة المعتمدة وأنا تحملت المسؤولية وصورتها كرمالك. الله يسلم هديات لك. أشرح لي يا محمود. لك شو بدي أشرح لك يا أشرح لك؟ ببساطة حسون، إذا تنفذ هذا المخطط رح يكون الشارع بعيد عن مقاسمكم. ورطة هي. طيب شو الحل؟ ما في غير حل واحد، ينتقل رئيس البلدية، لأنه هو اللي ورا فادي. بيكون بمعلومك هالشي لازم يتم قبل التنفيذ مباشرة. يعني لسه معنا وقت؟ لك حسون الجماعة مستعجلين. أنا على الحالة رح أخذ هاي النسخة وأرجيها لرشدي بيك، وبحطمنك إذا كان الشغل ضابط مثل ما بدنا رح يكون حلوانك كبير عنا محمود. ماشي يا أبو الحسن. ماشي.